برياني. ونحن اليوم بالجهة الحلوة من مدينة كوتشن، أو المعروفة من زمان باسم كوتشي، واللي هو الجزء القديم منها اللي بيجولوا الناس هلأ أو بالمراكب أو بالسيارة عن طريق الجسر. فالمحل هيدا هون بيتمتع بشوارع صغيرة فيها محلات ممكن واحد يشتري منهم سوفينيرز، فيها مطاعم صغيرة ومقاهي حلوة حد شط البحر، فجولة فيها حلوة كتير قبل ما واحد يبلش يكتشف أطباق البرياني يلي بتنعمل بهالمدينة. فبرحب فيكم بحلقتنا الجديدة، وأهلا وسهلا فيكم ببرياني جديد رح نتعلمه اليوم. هيدا هو البرياني اللي رح نعمله اليوم. يمكن شكله مثل اي برياني عادي، بس هو ما حيلا برياني، هيدا افغاني برياني. وما ادراكم شو في تحت هالرز، هيدا ريحته بتجنن. فاذا هيدا هو الافغاني برياني، ورح نعمله من على سطح بنايه عاليه موجوده بنص كوتشي اللي هي العاصمه التجاريه لكيرلا. فيها شارع تحت، هلا في عجقه بس ما كثير عجقه، بس صوت العجقه اكثر من العجقه الموجوده، ما بعرف ليه. anyway هيدي هي الهند، حلوه باصواتها، هيك بتمتحن لكم قديش فيكم تتحملوا اصوات وقديش فيكم تتحملوا روايح، بس بطريقه حلوه، يعني روايح الاكل الطيبه، سبايسز، الضجه، صوت الموتوسيكلات، السيارات الى اخره. هيدي جزء من الاكسبيرينس الحلوه اللي بعيشها الواحد بالهند. فاذا من على سطح عالي بنص مدينه كوتشي رح نعمل اليوم افغاني برياني يلي اصله من افغانستان، بس طور بطريقه معينه لحتى صار واحد من اطيب انواع البرياني يلي بتنعمل بالهند. شو رايكم شو كيف بنعمل؟ رح نشوف هلا. فاذا هالافغاني برياني اللي شكله بشهي كيف بينعمل وكيف تحول من افغاني لهندي. اوكي اوكي شيف، اوكي سو فيرست وي ستارت ذا تشيكن. فاذا في عندنا هون الدجاج، يو كان يوز اني بيس اوف تشيكن، تشيكن ليج، تشيكن بريست، نو نو اني بيس، نو بروبلم. فاذا اي جهه من الدجاج فيكم تستعملوا. ذس ان سولت، يس، بنحط على الدجاج، هذا دجاج ني، اوكي، بنحط عليه شوية ملح، salt and lemon juice، عصير الحامض، half lemon yes، نص حامضة او اللايم، هذا الصغير اللي ريحته بتجنن، ginger garlic paste and ginger garlic paste، one spoon ملعقة من الثوم والزنجبيل، mustard oil. Mustard oil. Yeah. It should be mustard oil. Yeah. Can you do it with other oil? No, mustard, only mustard. Only mustard, yeah. To give this really good taste. بس عم بيستعمل زيت الخردل، مش حيلا زيت. لا يمكن صعب، فيكم تحاولوا تعملوه بغير زيت الخردل، بس إذا بدكم الطعم الطيبة والريحة الطيبة لما ينطبخ، تستعملوا ملعقة كبيرة من زيت الخردل. Okay. Next and كاجو بيست. Two teaspoon كاجو بيست، وملعقتين من الكاجو بيست، كاجو المطحون، يوغرت واللبن، يوغرت كمان ملعقتين، and white cardamom powder. كاردامون هيدا، واو، very beautiful mix، خلطة حلوة. شي نص ملعقة صغيرة من حب الهيل المطحون، ونص ملعقة من الزهار الأبيض، الفلفل الأبيض. And we mix it. Okay. Wow. ريحة حب الهيل بتجنن. The cardamom, it gives this beautiful aroma. Very good. فإذا هيدا بينترك أقل شيء لربع ساعة، فيكم تخلوه أكثر أكيد بالبراش ساعة ساعتين، هيك بتشرب الطعم كثير منيح.
بعدين بينحط بالسيخ وبينشوى بفرن التندور او فيكم تشوه بالفرن العادي. So this is the result. Yes. Okay. صار عنا الدجاج جاهز. So now we have the chicken ready. We can start the procedure. المصالح. Okay. Do you need to cut anything before? Ah, cutting salt. Cutting and okay. chili and فإذا الدجاج انشوى بالتندوري وصار جاهز، نبلش نحضر هلا للأفغاني برياني. Yes. ومثل العادة برياني بلا بصل ما بيمشي الحال. Okay. One onion. فإذا بصلة مقطعة بالطريقة هيدي. And two green chili julienne. And two green chili. Chef, when you eat something spicy. No, less spicy than this. Not for you. For me, it's spicy. Yes, do you ever feel the food is spicy or spicy. For you, no problem with the no spice? Problem. You don't feel no. spicy. Oh. نيالكم. قد ما أكلوا حر ما بيحسوا بقى بالحر لأن أكيد. هيدي تقاليدهم واكلهم فالحر بالنسبة لإلهم كثير طبيعي. أنا ريحته لحالها بتحرحرني. حيستعمل هيدي سمنة سايحة. فإذا البرياني هيدا بيتحضر بسمنة. ومثل ما الحر هون جزء من التقاليد كمان الزمور جزء من التقاليد. مع إنه كوتشي تعتبر من المدن الهادية بس هادية بالنسبة للهند. يمكن بالنسبة لغير محلات عجقة زمامير وضجة بس سيمين. This is India. كومين سيد. كومين سيدز معك أنا شايف. فإذا بحط شي ملعقة من اونين الكمون اونين بيقلي الكمون شوي وبزيد عليه البصل المقطع جوليان أو شرحات طويلة. Fire is strong, huh? Okay. Put the cashew nut paste. Mm-hmm. Cashew nut. A teaspoon. بيستعملوا كثير الكاجو نات لأنه الكاجو نات بمزروع بينزرع بكثرة بهالجزء من الهند. Pepper powder. ملعقتين الكاجو نات، نص ملعقة صغيرة من ال And cardamom powder. نص ملعقة صغيرة من البهار الأبيض أو الفلفل الأبيض. وحب الهيل المطحون. كامينج عم بزمروا لي. Put yogurt. Yes. Very thick yogurt. Thick yogurt. And the salt. Yogurt 2 spoons. 2 spoons. 2 spoons. ملعقتين كبار من اللبن السميك. Water. أو الرو. Water. Water. ورشة ملح. I'll hold it for you. Just a little water. Huh? بزيد شوية مي لحتى أكيد ما يلزق الأكل. تقريبا شي ربع كباية من المي. Put in the chicken. Okay. هلا بهالمرحلة بعد ما تغلي شوي المي بزيد عليها الدجاج. And you also have to reduce the gravy. No, thick. Thick. Should be thick. No gravy. Any biryani and thick masala. It should be thick. Thick. فإذا على طول لما تكونوا عم بتحضروا برياني لازم المرق يلي عم ينطبخ فيه البرياني يكون سميك ما لازم يكون سائل. Chili. ومنكم نستفيد. Two chili, julienne. Two chili. Yes. With the seeds. And we like it spicy with a little bit pricey. Coriander leaf. Sing with me, chef. Come on. Coriander leaf. بزيد عليها. And mint leaf. Okay. بزيد عليها. You're going fast. بزيد عليها شوية كوريندر كزبرة مقطعة ملعقة ونص كبار ومنت نعنع كمان. We'll be right back.